السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان كل خبر جديد بعمله يوصل لحضراتكم أول بأول، ومنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا عشان الفيديو يتشاف. تفاصيل مثيرة حول مسرع شخصي في حادث تصادم بمحور ترسا. الخبر بيقول تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة حول مسرع أحد الأشخاص في حادث تصادم مروري بمحور ترسا، حيث تبين أنه أثناء قيادة المتوفي لسيارته أصيب بغيبوبة السكر أفقدته القدرة على التحكم في السيارة فانحرفت من يده واصطدم بسيارة ملاكي كانت تنتظر على أحد جانبي الطريق. تابعت التحقيقات أنه تم نقل المتوفي وشخص آخر مصاب إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي بشرت التحقيقات وصرحت بدفن المتوفي واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب وطلبت تقرير طبي وافي حول إصابته. كانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغ بوقوع حادث مروري بمحور ترسا، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، حيث تبين أن أثناء قيادة شخص لسيارته أصيب بغيبوبة السكر وصدم بسيارة ملاكي كانت تنتظر على جانب الطريق، ثم صدم شخص تصادف مروره. وتبين وفاة قائد السيارة الذي أصيب بغيبوبة السكر، وتم نقل الضحية والمصاب للمستشفى، بينما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وقال تسريب حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. الله يرحمه ويغفر إليه يا رب.